السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. هذا الفيديو مختلف شوية، أول مرة غادي نسجل فيديو على شكل فلوغ. غادي نشارك معكم أول تبحيرة لينا من بعد الحجر الصحي. خرجت أنا والعائلة وقلت علاش لا ما نشارككمش لقطات من التبحيرة ديالنا، وبطبيعة الحال ما نسيناش وسائل السلامة، المعقم والبافيت ضروري ما تنساوهاش. وشدينا الطريق ديالنا للبحر، كان الجو زوين بزاف، الحرارة وغير ديال البحر. وإلا كنتو أول مرة كتشاهدوا القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وفي هذه اللحظه حنا وصلنا للبحر، المنظر زوين بزاف وما عمرش بزاف بالناس، عجبني بزاف هذا البحر. ثاني مره غادي نجيو ليه، كيف كتشوفوا ما فيهش الرمله، كيكون فيه هذاك التيموم وما تيكونوش فيه الناس بزاف، كتاخدي راحتك فيه. وهنا الاغراض اللي جبنا معانا، يلا غادي نقادو البلاصه فين غادي نجلسو. وكيف كتشوفوا الأجواء جد رائعة في البحر، والمنظر جميل جدا، كتحسي بالراحة النفسية. بالنسبة لي هذا الكريم هو اللي كنستعمل في البحر من أديرما، زوين بزاف، كيبروتيجي مزيان من الشمس، كنصحكم به. ومرطب الشفاه، هذا الشيء هو اللي كناخد معايا. وهنا هذه هي الجليسة ديالنا، الطويب اللي حاطين فيها الاكل اللي غادي ناكلو وداك الشيء، وجالسين قراب للبحر نتمتعوا بمناظر الامواج. كيف كتشوفوا المصافي وكيبان هذاك الحجيرات وذاك التيموم، وكيعجبني نجمعهم، كتشوفوا اللوينات والاشكال مختلفه زوينه بزاف. وهذه الكتكوتة ديالنا شهودة كتعوم، زوينين، ما بغاش تخرج لينا من المنقع. وصل وقت الاكل، جبنا معنا هكا دي ساندويش خفاف اللي ديال البحر، كيبغي البحر كيبغي غير الماكولات الخفيفه. وصافي هنا ملي كنا راجعين المنظر من الفوق ديال البحر زوين بزاف، والمنظر ديال غروب الشمس كذلك. وصافي هذه هي الخرجه ديالنا، دوزنا فيها وقت زوين، استمتعنا بالوقت ديالنا ودخلنا الجو ديال الدار. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش دعموني بلايك واشتراك للتذكير.
والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.